حمد، شو مسهلك لها الحين؟ كنت أخلص لي كم شغلة. الله يهديك وين أبوك، باقي نص ساعة الفجر. يلا يلا هالشغل لحق عليه، رح نملك شوي. سلطان، ألو مرحبا، شلون الموظفين؟ اسمعني، أبي تجهزوا لي ملف سلطان بن عبد الوهاب، بدي أستلمه منكم بعد شوي. يعطيك العافية، رسل. تم طال عمرك يا أخوي، ما ناديتك أنا، شفيك؟ لا بس أنا متعود، إذا طلعت تنادينا أنا أجيك على طول. أنت فيك بلا، راسك فيه بلا. لا بشر. طيب طيب، أنا رايح شؤون الموظفين. أفا ليه؟ عسى ما شاء. رايح مستشفى أنا، رايح شؤون الموظفين يا أخوي، شفيك؟ تبي بس أطال عمرك أروح معك؟ راح ينطق أحد حنا. لا لا استرح استرح مكتبك، راح إن شاء الله. هلا ساتان، ترى حمد رايح لشؤون الموظفين. ما أدري الصراحة، لكن حنك تقول عنده شيء. يلا أمان الله.